بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور وصباح الأمل، صباح التفاؤل يا إخواني أخواتي. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي هذه. هذا الفيديو راح نتكلم على عدة نقاط. قبل ما نبدأ الفيديو، نرحب كل من اللي انضموا الى قناتي اللي هي قناتكم، ونشكر متتبعي الاوفياء ونقول لكم شكرا 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 للجميع. نروحوا نبداو الفيديو تاعنا. ما تنساوش برك كما العاده البارطاج وليجام هكذا باش توصل المعلومه. راح نتكلموا في الاول على مده الزياده في مده البي سي ار للمسافرين الجزائريين. غلق، نتكلموا كذلك على غلق الحدود الجزائريه مجددا، ونتكلموا على عملية التلقيح في الجزائر وين راهي واصلة، ونتكلموا على عدة نقاط واحدة أخرى إذا كفانا الفيديو. طبعا ما رايحش نطول لكم في الفيديو هكذا باش نتملوش. نبدأ أول حاجة في البي سي آر، للزيادة في مدة البي سي آر. تقدم النائب على الجالية في المنطقة الرابعة سيد رحماني اللي تقدم في التدخل في البرلمان، وهما يدرسوا في قانون المالية لسنة 2022 طبعا. تقدم بعدة مقترحات، ومن بينها الزيادة في مدة البي سي ار. يعني صحيح عنده الحق، انا كنت معاه ويعني وافقت الرأي في هذا المطلب للجالية، بس كاين الجالية تاعنا اللي راهي تعاني من هذا المشكل، وخاصة اللي بعاد على المطار واللي بعاد على الميناء. حلوا حدود، رانا معاهم داكور، مي كان زادونا في البي سي ار، وعلى الاقل على الاقل 48 ساعة يعني كافية. اللي يجي مثلا من ايطاليا لا فرانس، ولا اللي يجي من كندا، ولا اللي يجي من بريطانيا، هكذا تكون كافية ليه باش ما يتمرمدش في المطار، وباش ما يعاودش يدير بي سي ار واحد اخر، وفي بعض الاحيان ما يلقاش وين يدير له بي سي ار، يسمى يقعد عالق في المطار، ما يسيب يرجع، ما يسيب يكمل. هذه يا خاوتي هو يعني المطلب تاعو، قال لهم بلي تزيدونا سواء بين 48 ساعه و 72 ساعه. حنا كون نديروها لنا 72 ساعه يعني ما نقولوش لا، 72 ساعة كما كل الدول يعني كافية، ولا أنتيجينيك ب 48 ساعة هكذا يكونوا كما الدول. ثاني راح نتكلموا على واحد الموضوع اللي راهو يدور في الصفحات، يعني في الريزو سوسيو، للتهويل يهولوا في الناس، واللي فينا يكفينا ديجا، ما كان لازم يهولونا على غلق الحدود. كاين بزاف قنوات وبزاف الصفحات اللي راهم يتكلموا على هذا الموضوع، ويقولوا باللي راهي جايه الموجه الرابعه، والجزائر راح تغلق حدودها مجددا غلق نهائي. لكن اخواني اخواتي كونوا لوجيك، الغلق لا يكون، مستحيل من المستحيلات السبعه يزيدوا يغلقوا الحدود. غلق الحدود في الاونه الاولى كانوا ما يعرفوش الفيروس، ما يعرفوهش وما تعرفوش عليه وما لقاوش منين يبداو. سي بوغ سا الحل الوحيد ليهم كان هو غلق الحدود، باش ما يجيش من برا، باسكو الفيروس راه جا من برا يا اخي. اما في هذه الحاله الجزائر تقدمت دوكا، تقدمت، ما نقولوش تقدمت 100%، وانما دوكا عرفت تتعامل مع الفيروس، عندها لي فاكسا الحمد لله يا ربي، داروا زين تاع لي فاكسا، راه مين تشوف فيه في قسنطينه الحمد لله يا ربي. عندها الاطباء، عندها لي بروفيسور، عندها كل شيء دركا، ما كان لها التهويل، ما تسمعوا لهمش لا ليها. ونقول لكم يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، الناس اللي راهم يهولوا في الناس ويديروا في هذا التهويل وفي هذا التخويف، يعني حرام عليكم الله، لا يعني كيما نقولوا ما ندعيش، بس نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. اوليو يحطوا رحمه ربي في قلوب الناس، اوليو احنا نحاولوا نزرعوا في الامل ونزرعوا في الفرحه شويه في قلوب الناس، ديجا قلوب الناس راهي معمره، ما كان لها يزيدوا عليهم. وهذه الصفحات ربي يهديهم، ما على باليش انا علاه يديروا كيما هكذا باش يديروا البوز ولا يديروا حاجه واحده اخرى، ما فهمناش.
الحكومة الجزائرية ما تطرقتش لهذا الموضوع، بالعكس راهي تفتح في الحدود، راهي كل يوم تزيد رحلات بالتدريج، وآخرتها الرحلتين اللي دارتها اللي نظمتها الخطوط الجوية بين قطر والجزائر، والقطرية كذلك نظمت رحلتين كذلك كشفت على البرنامج تاعها اللي هو دوك نحكي لكم على البرنامج اللي كشفته بالتاريخ والساعة. كشفت الخطوط الجوية القطرية أمس الجمعة عن جدول رحلاتها بين الدوحة والجزائر العاصمة، أين ستقوم شركة الطيران القطرية بتسيير رحلتين تجاريتين أسبوعيا يومي الأحد والجمعة، حيث تعد هذه الرحلات مفتوحة للمواطنين الجزائريين والأجانب المصرح لهم بالسفر إلى الجزائر. وقالت إن الخطوط الجوية القطرية إنها ستسير ثلاث رحلات عودة إلى الوطن بين الجزائر والدوحة في الأسبوع، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والسبت إلى غاية 30 نوفمبر، في حين أن هذه الرحلات ليست مفتوحة لجميع الركاب المؤهلين للرحلة التجارية. وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان صحفي: لا يسمح إلا للركاب الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي أو بموجب اتفاقية استثنائية بالسعود على متن رحلة DOHALJ التي تعمل أيام الاثنين والأربعاء والسبت. هذا هو البرنامج تاعها. باركونتخ الجوية الجزائرية علنت على الرحلة كذلك، لكن لم تكشف على البرنامج نتاعها بين الجزائر وقطر. نحن في الانتظار باش يكشفونا على البرنامج، هكذا نوضحوه لخاوتنا اللي راهم في قطر واللي في الجزائر وحابين يروحوا لقطر. نروحوا النقطة الأخرى وهي التلقيح في الجزائر. لاحظنا الفريق الوطني راهو على وشك باش يدير المباراة تاعو، وليجان باش يدخلوا للستاد شرطوا فيهم التلقيح. انا ضد هذه الفكرة، ضد هذه الفكرة باش يفرضوا على الناس التلقيح، وانما الجزائر راهي تتجه في خطة باش يتلقح الشعب تاعها، باسكو الحملة التحسيسية للتلقيح اللي دارتها في الاول يعني باءت بالفشل. كما شفتوا كانوا يلقحوا فيهم في المساجد، في قاعات العلاج، في لي فارماسي، في بصح باءت بالفشل، يعني تلقحوا الناس الكبار ولا الناس اللي متحتم عليهم. راهي رم لحد الان راهم تلقحوا 11 مليون فقط من بين 60 مليون جزائري ولا اكثر. الخطه اللي راهي تتجه ليها الجزائر راح تتبع الخطه اللي اتبعتها فرنسا، راح تفرض الباس سانيتير يعني جواز الصحه في الاماكن العموميه، مثلا في المدارس يعني في الليسي في الجامعه في ماشي في البريمير، راح تفرض في المصالح التربويه يعني وفي المصالح الصحيه في الاماكن العموميه كذلك، راح تفرض الباس سانيتير، راح تتبع الخطه اللي تبعتها فرنسا، وهذه يعني ديجا راهي روطار الجزائر نورمالمون تبعتها من الاول، باسكو الحمله اللي دارتها في الاول الشعب تاعنا يا اخي تعرفوه يا اخي، الشعب تاعنا راسو خشين، يسمى بسبب الشعب هذا احنا رانا محرومين باش ندخلوا لبلادنا. هذا ما كان يديروا لي باس سانيتير كيما داروه كاع الناس كيما رانا دايرينو حنا، ويدخلوا وين يحبوا، يخليوا المهاجرين والمغتربين يدخلوا لبلادهم، يسمى حنا نقعدوا نستناو فيهم 40 يدينا نستناو فيهم حتى وقتاش تلحق 70% ولا 50%، وقتاش بعد 4 سنين بعد 5 سنين نو سي با سا. هذه خطة مليحة ان شاء الله تنجح لهم برك، هكذا يتلقح على الاقل 50% هكذا باش، لكن تحوسوا على الحدود يتفتحوا لازم يكون التلقيح 50%، هذه الحكومة اللي راهي تقول مانيش انا. فوالا خاوتي خواتاتي، هذو هما المواضيع اللي حبيت نتطرق ليهم. نشكركم جزيلا على متابعة الفيديو للاخر، واذا كانت عندكم اي استفسارات ولا تعليقات خليهم لي في الكومنتار وانا بدوري اجيب عليهم. نقولكم بقاو على خير ونهاركم زين، سلام عليكم.